إذن مشاهدينا ننقل لكم هذه الصور الأولية. مشاهدينا هذه الصور أولية لاستهداف موكب فتحي بشآغة وزير الداخلية في حكومة الوفاق في طرابلس. طبعا للإطلاع أكثر على التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا عبد العزيز. عبد العزيز ضعنا في التفاصيل لديك. نعم لينا، قبل قليل علمنا من مصادرنا بالعاصمة طرابلس عن استهداف موكب وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس تحديدا في حي جنزور. هذا الحي والذي قد قامت مجموعة من السيارات المسلحة بفتح النار على موكب وزير الداخلية أثناء مروره وعودته من الاجتماع الذي كان يضمه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والغاز بطرابلس سيد مصطفى صنعلم. بعد رجوعه واثناء رجوع موكب وزير الداخليه مجموعه من السيارات المسلحه فتحت النيران على موكب وزير الداخليه. المصادر الاوليه تفيد بنجاه وزير الداخليه فتحي بشاغه من محاوله الاغتيال ومع اصابه بليغه لاحد الحراسات المرافقه لوزير الداخلية، إصابة بليغة وهو الآن متواجد بأحد المستشفيات العاملة بالعاصمة طرابلس. حتى هذه اللحظة لا توجد تفاصيل كثيرة لنا عن هوية المنفذين لهذه العملية، عملية الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية فتحي بشاغة، ولكن عن طريق التواصل مع مكتب إعلام وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس أكدوا لنا على أن وزير الداخلية هو الآن متواجد في مقر إقامته. ونذكر أن مقر إقامته هذه المنطقة وهي حي جنزور متواجد بها ايضا مقر البعثه الاممية وعدد من المؤسسات الدبلوماسيه كالسفارات والقنصليات في هذه المنطقه، وكذلك مقر الكليه البحريه والتي شهدت ايضا تفجيرا ربما تقرب عن شهر من الان اليها. حدث ان محاوله اغتيال فاشله تعرض لها وزير الداخليه بحكومه الوفاق فتحي بشاغه. مصادرنا تؤكد نجاه وزير الداخليه مع اصابه بليغه تعرض لها احد الحراسات او احد الاطقم المرافقه او احد افراد الامن المرافقين لوزير الداخليه في موكبه. نعم. طيب، حدوث عملية من هذا النوع في هذا التوقيت في الوقت التي تجري فيه العديد من المشاورات للحكومة الجديدة، كيف من شأنه أن يؤثر على المشهد السياسي عبد العزيز؟ لنا في وقت سابق اصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مجموعه من القرارات والتي تقضي بضم مجموعه من التشكيلات المسلحه في العاصمه طرابلس الى ما يعرف بجهاز دعم الاستقرار، وقد عارض بشده وزير الداخليه فتحي بشاغه لهذا القرار، وقد صنف هذه المجموعات انها مجموعات غير منضبطه بشكل واضح، وكان حادا جدا في خطاباته وفي تصريحاته ضد هذه المجموعات المسلحه داعيا اياهم إما أرادوا أن يستمروا في العمل الأمني عليهم أن ينضموا إلى الكليات العسكرية أو الكليات الأمنية. هذه أيضا المجموعات المسلحة ومجموعة لنقلين من المجموعات المسلحة خرجت في عدة بيانات ترفض القرارات التي تصدر من وزير الداخلية فتحي بشآغة. هناك مجموعة من التشكيلات المسلحة تناص بالعداء لسياسة وزير الداخلية في العاصمة طرابلس فيما يتعلق ببعض القرارات التي كانت تقضي بتنظيم تلك المجموعات المسلحة وإعادة تأهيلها. حتى هذه اللحظة لينا لم يتم التعرف حتى هذه اللحظة إلى هوية المجموعة المسلحة التي قامت باستهداف وزير الداخلية، ولكن ما نؤكده بأن عدد السيارات أو الآليات المسلحة لم يكن عدد كبير، استخدمت أو استخدم المسلحون عدد من الأسلحة المتوسطة في استهداف موكب وزير الداخلية، ولكن لنقل بأن هذه الاستهداف وهذه العملية عملية استهداف الآن وزير الداخلية في العاصمة طرابلس في حي حيوي ربما منطقة أكثر مناطق العاصمة طرابلس هدوءا بدرجة كبيرة لين تشهد هذه العملية بشكل واضح الآن في هذا التوقيت. ربما المسلحون هم أرادوا توجيه بعض الرسائل إلى وزير الداخلية فتحي بشاغة، خاصة لأن فتحي بشاغة قد اعترف في وقت سابق بمخرجات منطقة الحوار السياسي وقد تحدث عنه سوف يكون داعم للعملية السياسية، وربما الآن عن الحديث عن فتحي بشاغة ربما هو أيضا من ضمن الشخصيات المرشحة التي سوف تكون ربما في التشكيل الوزارية القادمة على رأس وزارة الداخلية كما يتم الآن تداوله بشكل مباشر. ربما أراد هؤلاء المسلحون الآن وإن لم يتم حتى هذه اللحظة التأكيد عن هوية المجموعة المسلحة، ولكن نستطيع أن نؤكده بأن عملية الاغتيال
لها دوافع بكل تاكيد سياسيه متعلقه بسياسات وزير الداخليه فتحي بشار غطيله الفتره الماضيه. طيب عبد العزيز، اشرت الى ان هناك مجموعات مسلحه اعلنت رفضها لهذا الاتفاق ونددت به، من هذه المجموعات المسلحه التي اشرت اليها؟ ومن هي ايضا المجموعات المسلحه التي تنشط في طرابلس والتي قد تكون تشير اصابع الاتهام الى تورطها بمثل هذا الحادث؟ العاصمه طرابلس كما تحتوي على مجموعه من التشكيلات او نقل الايديولوجيات المختلفه متواجده في العاصمه طرابلس، والتي هي تمارس العمل الامني او نقل العمل حتى الميليشياوي غير المنضبط بشكل واضح، وقد هاجمها طيله الاشهر الماضيه وزير الداخليه في عده خطابات تحدث عنها. هناك بعض المجموعات هي محسوبه على الفكر المتطرف او لنقل الان بعض المجموعات الراديكاليه رفضت بشكل مطلق العمليه السياسيه، بعض المجموعات المسلحه هي تتبع لتنظيم الاخوان المسلمين قد رفضت ان يكون للجيش الان بالقياده العامه الموجوده حاليا اي تواجد خلال الفتره القادمه، وهذا الامر ما قد تحدث عنه وزير الداخليه فتحي بشار في وقت سابق على انه لا يمانع ان يكون هناك توحيد للجهود الامنيه بين الشرق والغرب والجنوب، وكذلك على مستوى توحيد المؤسسه العسكريه المعرف باللجنه العسكريه 5+5. بعض المجموعات المسلحه المؤدلجه الراديكاليه هنا في العاصمه طرابلس تناصب العداء بشكل كبير جدا لوزير الداخليه فتحي بشاره، والذي استصدر عده قرارات في وقت سابق لتفكيك هذه المجموعات بعد ذلك على ان ينخرطوا قراده في المؤسسه الامنيه او المؤسسه العسكريه، اما ارادوا ان يستمروا في حمل السلاح ولكن عن طريق القنوات الشرعيه وهي مؤسسه الشرطه او مؤسسه الجيش على وجه الخصوص. كما ذكرت فيها حتى هذه اللحظه ربما المعلومات صحيحه جدا عن هويه المنفذين لعمليه استهداف موكب وزير الداخليه، وهي العمليه الاولى التي تعرض لها وزير الداخليه فتحي اشاغه وحاولت الاغتيال تعرض لها قبل قليل، وربما الان نحن نتحدث عن استنفار امني كبير جدا الان كما تردنا الان، والان في شكل مباشر هناك استنفار امني في العاصمه طرابلس بعد عمليه الاغتيال او محاوله الاغتيال التي نجا منها وزير الداخليه، وربما الان سوف تجري عمليه ملاحقه لمعرفه هويه المنفذين لهذا الهجوم. طيب اشكرك جزيلا عبد العزيز الفاخر مراسلنا في طرابلس.